دولة الإمارات تدعم الأسر المنتجة داخل الدولة وخارجها تحت مظلة العطاء المادي والمعنوي المتبادل بين الوطن والمواطن. معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات افتتحت اليوم معرض الأسر المنتجة بدولة الكويت الشقيقة الصنعة، والذي تشارك فيه أكثر من 20 أسرة إماراتية وخمس أسر كويتية، يستضيفه مركز الأفنيوز بالعاصمة الكويتية من الفترة 31 يناير وحتى 4 فبراير من العام الحالي، بحضور عدد من معالي الوزراء والسفراء والمسؤولين والإعلاميين وأفراد المجتمع. تجربة دولة الإمارات في دعم الأسر المنتجة ممثلة بمبادرة الصنعة التي حاليا تقام لأكثر عن 10 سنين، أنتجت أكثر عن 2400 أسرة منتجة إماراتية. هذه الأسر تنتشر في كل إمارات الدولة وإنتاجاتها مبتكرة وعصرية جدا جميلة، فآن الأوان لكي يطلع العالم على هذه المنتجات ولكي يشوف إنتاجات دولة الإمارات اللي نحن نفخر فيها، ولهذا السبب نحن متواجدين اليوم ونأمل كذلك الاستفادة من التجربة الكويتية المتميزة في هذا المجال، ونتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله. شاركنا معهم في يعني 10 أسر أو 5 أسر من دولة الكويت، المعرض مشترك، المعرض نأمل إن شاء الله أن يحوز على إعجاب يعني الجميع المواطنين في دولة الكويت والمقيمين أيضا. المعرض مقام طبعا في يعني أحد أبرز المجمعات التجارية في دولة الكويت وهو معرض الأفينيو. نأمل إن شاء الله أن يعني أهل الكويتيون يعني يطلعون على تجارب الأسر الإماراتية وما يعني حققته في هذا المجال. افتتاح معرض الصنعة بشراكة إنتاجية إماراتية كويتية يعكس التكامل في العمل التنموي بين دولتي الإمارات والكويت، انطلاقا من أخوة راسخة ومتجدرة في العطاء والتي أثمرت عن نتائج كبيرة منذ 50 القرن الماضي. مشروع صنعة للأسر المنتجة فكرة نوعية تبنتها دولة الإمارات بدعم لا محدود من قبل الحكومة الرشيدة، بما يعكس جهود الوزارة تحت شعار أسرة متماسكة مجتمع متلاحم. يقول منك الجد ومن الاجتهاد، احنا لازم نجتهد وهم الجدوا علينا ويعبونا، لكن نحن نتمنى ان هذا الشيء يعني الحمد لله مشاركة نتشارك فيها ونعز فيها بلاد ونفتخر. الحين كل حد يمقي جاي من الامارات، جاي من الامارات، هذه فخر ترى. وهاي الدعم اليوم دعونا حق مشاركة في الكويت، واشكرها الكويت واشكر حكومتها وأشكر المستوى وأشكر بلادنا حكومتنا، ونحيينا منك علشان هاي الخدمة. نشتغل من 30 سنة 40 سنة في التلي، واشتغلنا في البراجع واشتغلنا في التراث، وين بنصير شاركنا. أنا من المشاركات أو بالأصح من المبادرات في هذا المعرض، من الأسر المنتجة تابعة لوزارة الكويت، لدولة الكويت، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. شغلي اللي أنا أتميز فيه أني أنا دائما أستخلص الزيوت العطرية من المواد الخام، يعني مصنعي صغير عندي في ورشتي في بيتي. التجمع هذا عبر عن البيت الخليجي والصناعة الخليجية، واتمنى ان نتبادل الصناعات بيننا وبين بعض. وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات حريصة على توفير منافذ تسويقية كبيرة ومتنوعة في مختلف إمارات الدولة وخارج حدود الوطن لتسويق المنتجات التي تبدعها الأسر لنقل التجارب والخبرات.